ينضم إلينا رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان. نهب، سرقة، تعفيش، غير ذلك، هذا موجود، ولكن غير المفهوم الفتوى الشرعية. أستاذ رامي، هذا كان يصلكم في المركز السوري لحقوق الإنسان بأن ثمة مستند ديني يرجع إليه هؤلاء وبالتالي كل هذه السرقات؟ نعم نعم، مساء الخير. طبعا أنا ما أستغرب نهائيا، لأن كثير من ما قاله نشرناه سابقا ونشرناه عبر العربية وعبر الحدث عدة مرات، نشرنا تقارير وتقارير مستمرة نتحدث فيها. يعني على سبيل المثال قضية تهريب البشر، قضية تهريب البشر يشرف عليها حزب الله من شمال سوريا وصولا إلى لبنان إلى البحر، كان يشرف عليها عناصر من حزب الله اللبناني. قضية التعفيش، نعم هي فتوى شرعية، من يشرع تجارة المخدرات لا يشرع عملية سرقة أبناء الشعب السوري تحت مسميات مختلفة عقائديا أو غير عقائديا، هي موجودة وموجودة من البوكمال مثلما تحدث المنشق وصولا إلى الحدود السورية اللبنانية. ونحن نعلم بأن على الحدود السورية اللبنانية من يشرف على عمليات التهريب. كم مرة ذكرنا عملية تهريب يعني بنزين حزب الله؟ كم مرة تحدثنا عن عملية المخدرات ومعامل المخدرات؟ كم مرة نشرنا عن عملية تهريب البشر؟ كم مرة نشرنا عن عملية التعفيش وعملية يعني السيطرة على القرار السوري داخل الأراضي السورية؟ وكل هذه العمليات كانت تجري بفتوى شرعية. اليوم كان لدينا كاريكاتير في المرصد نتحدث عن الذين يوزعون مساعدات، يتحدثون بأنهم مع الشعب السوري، بينما الفكر هو نشر فكر ولي الفقيه داخل التراب السوري. لذلك لم أستغرب نهائيا من الذي قاله، ولدينا أكثر منه بكثير، ولدينا أمور موثقة أكثر من التي تحدث عنها هذا الرجل المنشق. ويتحدث عن أمور شاهدها بعينه، ولكن هناك أمور كثيرة تسيطر على القرار السوري، تنهب أبناء الشعب السوري بفتاوى شرعية من الولي الفقيه، من مشايخ حزب الله اللبناني. يعني من يشرع، قلت لك من يشرع تجارة المخدرات، يعني ليس غريبا عليه أن يشرع السرقات، يشرع عملية تهريب البشر، يشرع عملية زراعة الحشيش، يشرع كل ما يدور عبر الحدود السورية اللبنانية وعبر الحدود السورية العراقية. طيب هذا أستاذ رامي بحسب التقارير التي تصلكم يشكل رافدا اقتصاديا كبيرا بالنسبة لهذه الميليشيا، سواء في لبنان أو في الداخل السوري، أليس كذلك؟ نعم نعم، بشكل قطعي بشكل قطعي. نتحدث عن قضية تهريب السوريين من شمال شرق حلب وصولا إلى لبنان. $600 لا يمرون على الحدود ولا شيء، يدخلون عبر طرق تهريب حزب الله، يصلون إلى الموانئ أو إلى الشواطئ من أجل تهريبهم باتجاه أوروبا. $600 فقط من داخل سوريا وصولا إلى الشواطئ اللبنانية. بعد ذلك أكل شارب أستاذ رامي؟ لا لا، طريق بس طريق يعني خط عسكري لحزب الله، $600 داخل الأراضي السورية وتكون داخل الأراضي اللبنانية. لكن الطريق الآخر الذي لا يتحدث عنه الآخرون، يعني موضوع تهريب البشر من لبنان السوريين إلى أوروبا، هل هؤلاء الذين يقولون عنهم بأنهم هم التجار البشر الذين لديهم بعض مراكب الصيد أو بعض المراكب، هل هؤلاء هم تجار البشر؟ لا يقف أحد وراءهم، لا يحميهم أحد في داخل لبنان. نعم هم محميين من قبل حزب الله، قد لا يكون الذي يحميهم هو في حزب الله مباشرة، ولكن هو ذاته محمي من قبل حزب الله اللبناني، مثلما تاجر المخدرات الذي يتاجر مع حزب الله ويسرق المناطق على الحدود السورية اللبنانية أيضا محمي من حزب الله اللبناني. دعنا نتحدث بواقعية، يعني أسطورة حزب الله انتهت وانطوت منذ أن ساهم بقتل أبناء الشعب السوري داخل الأراضي السورية. ولمن لا يعلم بأن حزب الله نعم كان شريك بعمليات التعذيب داخل السجون السورية، ولم يكن فقط دوره هو حماية أماكن، يعني الاعتماد أستاذ رامي ليس فقط على ما تقدمه هذه الميليشيا لهؤلاء العناصر من راتب أو دولارات، يعني يفسح لهم المجال بأنه يعني اقبض ما تريد، احصل على ما تريد. يعني إذا كان الذي هو في داخل الأراضي السورية السوري يعيش على التعفيش، ما بالك حزب الله الذي دخل إلى الأراضي السورية في ظل عقوبات اقتصادية على إيران، يريد أن يحصل على الأموال من أبناء الشعب السوري بكل السبل بكل الطرقات. دعني أقول لك بأن، هل تعلم بأن السلاح الذي كان يباع للمقاتلين في داخل الأراضي السورية كان يشترى عبر مهربين من حزب الله اللبناني في القصير وفي حمص
وفي ريف دمشق كان السلاح هو يشترى من تجار تابعين لحزب الله اللبناني. لذلك أقول هو كل شيء مشرعا بفتوى شرعية بفتوى ولي الفقيه. شكرا جزيلا لك من مدينة كونفتري البريطانية رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان.